المتواجدة دائما وأبدا في هذه السباقات، سباقات الخيل السعودية في كل يوم وفي كل حفل. هنا دخول لهذاف بالسلامة إلى البوابة الأولى في جهاز الانطلاق، هنا جهاز الانطلاق ببواباته المختلفة. رفعت الراية، فتحت البوابات سيداتي وسادتي لانطلاقة الشوط الأول، أول الأشواط في الحفل 19 للمبتدئ عمر 3 سنوات من مسافة 1600 متر. وشاهد هذاف الذي دخل أخيرا يتقدم في هذه اللحظة، كذلك التقدم لوحش نجد مع زبير غياضة من الخارج. الآن المحاولات تأتي لهلال نجد أيضا للتقدم وفعل شيء في بداية هذا الشوط. هنا أيضا نشاهد جوفاني يحاول التقدم مع الخيار رايد الفيروز لسمو الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، وكذلك أشاهد الآن محفز يحاول أيضا أن يأخذ له مكان متقدم، بولو أيضا من الخارج مع ذرب التمياط في محاولة التقدم لاسطبل الغريبان من الخارج الآن وأخذ مركز متقدم ولازالت الصدارة لهذاف من الخارج الآن، بولو مع ذرب التمياط وكذلك المطاردة والملاحقة تأتي لهلال نجد للتقدم في هذا الشوط. أشاهد جروان أيضا يتقدم إلى المركز الثالث. هنا أيضا محاولات تأتي لنايف العنزي لعدم التأخر إلى مركز متأخر في هذا الشوط، المركز الأول الحفاظ على الصدارة. كذلك ذرب التمياط يأتي من الخارج الآن بشعار الصبل الغريبان مع بولو، هنا أيضا الدخول يأتي لجروان كذلك مع يوسف الحصي لعبد الله السيف. في هذه اللحظة الاقتراب من المنعطف الأخير، بداية الخط المستقيم، بدأت الإثارة، الشعارات المختلفة الآن تتقدم وتتأخر شيئا فشيئا. نشاهد أيضا التقدم يأتي من الخارج شهاب الثاقب، محاولة أيضا فعل شيء في هذا الشوط ولازالت الصدارة لهذاف. مشاهدينا متابعينا الكرام، مع نايف العنزي هذاف بالشعار الأحمر كعادته أيضا من الداخل. الآن جوفاني يحاول هنا الدخول القوي لشهاب الثاقب، يأتي بكل قوة مع فواز والناس، ما شاء الله تبارك الله، بكل قوة شهاب الثاقب للصبل الخليبس مع فواز والناس والمدرب بسام الموسى. إذن ابن لطام شهاب الثاقب إلى المركز الأول بكل قوة ما شاء الله تبارك الله، والدخول القوي على هذاف في اللحظات الأخيرة الذي يبدو بأنه تراجع إلى المركز الثاني. هنا كان التحفز للشهاب الثاقب من الخارج رقم 7 في هذه اللحظات، الدخول القوي ما شاء الله تبارك الله بكل قوة للصبر الخليبس مع فواز والناس، آخر المشاركات في الحفل 10 المركز 3. هنا الدخول القوي، جوفاني يحاول من الداخل، دخول قوي جدا ما شاء الله تبارك الله للشهاب الثاقب وفواز والناس بكل قوة، قطع مسافة 1600 متر بزمن وقدره دقيقة 48 ثانية وستة أجزاء الثانية. المركز الثاني ذهب لحذاف، هذاف لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. المركز الثالث ذهب لرقم 2 همام لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز. المركز الرابع ذهب لهلال نجد، هلال نجد طبعا رقم 4 لأبناء مسلم بن محمد أبو 2. والمركز الخامس ذهب لمصلحة رقم 9 تذخير لأحمد بشير صياف السحيمي. إذن الكاميرا المقابلة للجيات في هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله، لقطة جميلة، شعارات جميلة رائعة في هذا الشوط نشاهدها أيضا في تنافس مثير حتى اللحظات الأخيرة. كان هذاف هو المتقدم مع نايف العنزي إلى اللحظات الأخيرة. هنا الدخول على أيسر الشاشة كما تشاهدون الآن مشاهدين متابعين الكرام، دخول قوي ما شاء الله تبارك الله للشهاب الثاقب وفواز والناس لاسطبل الخليبس. ابن لطام يأتي بكل قوة ودخول قوي من الخارج وخطف الصدارة ما شاء الله تبارك الله، وقطع مسافة 1600 متر بزمن وقدره دقيقة 48 ثانية ستة أجزاء الثانية. التحليل أكثر للاستوديو التحليلي والزميل عبد الله تويجري، إليك عبد الله. شكرا زميل لافي الرشيد، اهلا بكم من جديد. هنا شعار اسطبل الخليبس ينتصر ويبدا في افتتاحية هذه الاشواط عبر جواده الشهاب الثاقب، تدريبات بسام الموسى وقيادة فواز والناس. هنا فرحة الانتصار والصور تذكارية بدقيقة و48 ثانية وستة أجزاء الثانية. فيصل كان أحد أهم الأسماء المشاركة وأعلاها ريتا كونه